احتفل الجيش السلطاني العماني اليوم بتكريم عدد من وحداته وتشكيلاته ومنتسبيه المجيدين في مختلف الأنشطة والفعاليات. أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم موافقتها على تشغيل الطيران الاقتصادي التركي بيجاسس إيرلاينز لأربع رحلات أسبوعية بين مسقط ومطار صبيحة في اسطنبول اعتبارا من 4 يوليو المقبل. بلديات شمال الشرقية تزيل حيازة غير قانونية لمزرعة حديثة بمساحة تقدر بأكثر من 37,000 متر مربع وتحوي عددا من المرافق.